السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المحاضرة الخامسة واللي تناولنا فيها إزاي إن أنا أعمل كيبل روتينج وإزاي إن أنا أحسب كل من الفولت دروب والشورت سيركت. مبدئيا كده قبل ما نتكلم عن أي حاجة عاوزين نشوف المنظومة الكهربية بتكون ماشية إزاي وإزاي إن أنا ممكن إن أنا أشتغل لو فولت أو ميديم فولت. فأول حاجة هنبدأ نشوف معانا كده أول حاجة اللي فوق على الشمال دي اللي هو الجنريشن. محطه التوليد بتاعتي بيكون توليدها 13.8 كيلو فولت، تمام، وبيحصل لها ستيب اب عشان توصل ل 220 كيلو فولت عشان انا ابدا ان انا امشيها على ترانسميشن لاين زي ما احنا شايفين كده. بعد كده تنزل على محطات نقل سب ستيشن من 220 ل 66 علشان تدي الكاستمر اللي هو 66، وبعد كده بترجع تكمل تاني 66 عشان توصل لمحطات اللي هي الانخفاض اللي هي 66 على 11 او 22. وطبعا 11 ده في المدن اللي هي كانت قديمه، و22 دلوقتي زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت في المدن الحديثه. المفروض بعد ما انا اخلص بقى كده اللي هو النقل بتاعي اللي هو محطه اللي هو الانخفاض، ببدا ان انا شركه الكهرباء بتبدا ان هي تاخد الكابل او الكابلات اللي هنا دي 22، تبدا تدي الديستريبيوتر بتاعها عشان الديستريبيوتر يقوم بمهمه ان هو يوزع على كل الكاستمر اللي هو عنده، سواء كان عايزين 22 او لو كانوا عاوزين لو فولت هنا كده زي ما احنا شايفين في الترانسفورمر، وبعد كده بيدي لو فولت ممكن يدي بيلر او يدي كوفري. طيب احنا السكوب بتاعنا هنا لحد فين؟ احنا هنقف لحد الام دي بي لان احنا حاجه خاصه مكان اداري ملوش علاقه بالبيلر. طيب دلوقتي بعد ما عرفت المنظومه بتاعتي ماشيه ازاي، عاوز اشوف هل انا هتغذى ميديم فولت ولا لو فولت. اللي بيحكمني في القصه دي زي ما احنا شايفين هنا كده تبقى الكود الاي اي سي، طبعا اللي انا فاتحه دوت انستليشن جايد الخاص بشنايدر، تمام. بيقول لي هنا اللي هو اختيار الباور سبلاي بتاعي، هنا بيقول لي لو انا تخطيت ال 250 كيلو فولت امبير في الحاله دي هستخدم ميديم فولت، بمعنى ان انا لازم يكون عندي رينج ولازم يكون عندي ترانس خاص بيا انا. طيب تمام. طيب دلوقتي عاوزين برضو علشان نكون متخيلين الموضوع اكتر، انا دلوقتي لسه من شويه كنت بقول لكم محطه النقل بتاعتي شركه الكهرباء شركه التوزيع بقى هتبدا ان هي تاخد منها الجهد اللي هو 22 كيلو فولت علشان تبدا ان هي تغذي الكاستمرز بتوعها. فانا دلوقتي عندي ده كده ديستريبيوتر، ده كده ديستريبيوتر زي ما احنا شايفين اهو، بيجي له هنا كابلين ماشي، اثنين انكومنج ماشي، اثنين هنا واثنين هنا، مالناش علاقه بده دلوقتي. انا دلوقتي الديستريبيوتر دوت هيبدا ان هو يغذي مجموعه من الاماكن اللي هي فيها ترانسفورمر، وزي ما احنا شايفين هنا ان الديستريبيوتر هنا بيغذي مجموعه من الرنجات، تمام. اللي الرنجات بدورها اللي هي بتكون عباره عن وحده ربط حلقي علشان تدي برضو مجموعه من الترانسفورمر. طبعا احنا ده كده الجزء بتاعنا اللي هو هيكون عباره عن رنج، تمام، والرنج بتكون مغذيه ترانسفورمر. انا بس حبيت اوضح لكم بتاع الموضوع بيكون ماشي ازاي. عندي ديستريبيوتر بتاع خاص بشركه الكهرباء، شركه الكهرباء والله لو عرفت خلاص ان انا هغذي الميديا فولت، وده بيكون عن طريق النوتة الحسابيه اللي انا بعملها اللي هو بعمل استيميشن عن طريق ان انا بقيس المساحه بتاعه المبنى بتاعي واضربه في قيمه الفولت امبير لكل 100 متر مربع طبقا للكود المصري زي ما هنشوفها هنا كده بسرعه، زي ما هنشوفها هنا زي ما احنا شايفين كده. ده كده اهو الكود المصري بيقول لي لو انت عندك الارتفاع بتاعك مش هيعدي 15 دور فانت هنا عندك سكني وعندك هنا اداري. فاحنا شغالين في اللي هو المستوى الاداري من 6 ل 12 فولت كيلو فولت امبير لكل 100 متر مربع. بتقوم واخد القيمه دي، تمام، تقوم واخد القيمه دي وتضربها في المساحه اللي اتقالت لك بتاعه المبنى بالكامل عشان تجيب استيميشن، وبناء عليه تقول لي شركه الكهرباء والله انا عاوزك تغذيني ميديم فولت، تمام. وبرده بناء على القيمه انت بتحسبها دي بتبدا ان انت تحسب الترانسفورمر بتاعك اللي هو الباشمهندس ان شاء الله المحاضره الجايه وهتكون الاخيره هيبدا ان هو يقول السايزنج بتاع الترانسفورمر عامل ازاي، ولكن هو عمل افتراضيه ان هو هيكون 800 كيلو فولت امبير. طيب ده كده الجزء اللي هو الخاص بالرنج، تمام. عرفنا خلاص ان الديستريبيوتر اهو ده كده اهو جاي كده مدي الرنج بتاعتي، الرنج بتاعتي مديه المحول بتاعي. انا كده من اول هنا من اول محول بقى هيبدا ان انا شغل، لان المحول انا عاوزه يدي ال ام دي بي بتاعتي
ماشي، وبعد كده من ام دي بي يقوم مدي الى البتاع اللوحات الفرعيه اللي كانت عندي اللي هي في الجراوند والفيرست، سواء كانت في تكييف في الجراوند برضه والفيرست. تمام. طيب تعال نبص على سنجل لاين دايجرام ده بسرعه. سنجل لاين دايجرام دوت بيقول ان انت عندك هنا ادي رينج مين يونت اللي هي جايه من اليوتيليتي بتاعتك، هتدي ترانسفورمر، الترانسفورمر ده هيقوم مغذي الام دي بي. تمام. دي كده اللوحه اللي هي نورمال. طيب انا دلوقتي عندي جنريتور عشان لو الكهرباء فصلت، فببدا ان انا اجيب حاجه اللي هو الاي تي اس علشان يعمل ربط ما بين الترانسفورمر والجنريتور في حاله ان الترانسفورمر وقع، فبالتالي يقوم مدخل الجنريتور ده. تمام. وهنا الاي ام دي بي اللي هي الخاصه بالامرجنسي بتكون مربوطه مع الاي تي اس، هي المفروض بتكون متغذيه كده زي ما احنا شايفين اهو، متغذيه كده. تمام كده. تمام. اول ما ده يحصل له انقطاع، فبالتالي الجنريتور بيقوم داخل، فبالتالي يقوم داخل كده ومغذي هنا على طول. تمام. هنلاقي هنا مع الـ مع الاي ام دي بي مربوط معاه لوحه اليو بي اس زي ما احنا شايفين اهو، مربوط معاه لوحه اليو بي اس. تمام. علشان اليو بي اس يغذي الحاجه بتاعته. تمام. واول ما الكهرباء تيجي من الجنريتور يقوم فاصل وشغال على الكهرباء العاديه لحد ما الكهرباء الاساسيه بتاعتي تيجي. تمام كده. طيب دلوقتي بقى هنبدا ندخل على اللي هو الحسابات اللي هي الخاصه بالفولت دروب والشورت سيركت، واشوف احنا بنحتاج ايه بالظبط علشان نحسب الكلام ده. طيب احنا دلوقتي هنطبق على مثال. انا كده خلاص معايا الترانسفورمر اهو، الترانسفورمر بتاعي بيدي الام دي بي، وبعد كده هنطبق على الام دي بي بتدي الدي بي جراوند بتاعتي. عاوزين بقى نشوف التاسك اللي كانت قبل كده اللي هو التاسك رقم 3، كان التاسك قصدي رقم 4، كان بيقول لك ان انت بتعمل لي بالانس كادوال علشان تشوف لي الحمل بتاع الدي بي جي قد ايه، وبناء عليه بتقوم جايب البريكر اللي هو هنا دوت، ماشي، وبناء على الكلام دوت بتقوم جايب اللي هو التول الكاب بتاعك، وطبعا ده احنا جبناه قبل كده. الجديد هنا بقى ان انا كده عندي من غير الترانسفورمر، يعني من غير الترانسفورمر كده كده مفيش منظومه كهربائيه، كده مالوش لازمه ان انا اجيب الفولت دروب والشورت سيركت، مالوش اي علاقه. تمام. هبدا والله دلوقتي بقى اشوف انا عندي، هفتح كده معاكم الشيت البان سكيدول اللي احنا عملناه المره اللي فاتت دي كده لوحه اللي هي الدي بي جي جراوند. انا عندي هنا بعد ما خلصت السكيدول بتاعي وعرفت هل في بالانس ولا لا، طلع عندي ان انا معايا كده اللي هو التوتال ديماند بتاعي بالقيمه دي، وبناء على القيمه دي ببدا ان انا اخدها واجيب التيار بتاعها زي ما عرفنا، وبناء على التيار اللي انا هجيبه بقوم جايب البريكر بتاعي واجيب الكاب بتاعي، بقوم داخل المفروض هنا على الكاب، اجي هنا كده والله اكتب هنا اقوم جاي هنا كاتب ال 63 امبير تريب، ماشي 63 امبير تريب 63 ماشي على كام؟ على 100 امبير فريم. تمام. بعد كده هاجي بقى للكابل بتاعي، الكابل بتاعي احنا قلنا كام؟ 10، هيدي كده الكابل ال 10. تمام. ناقص ان انا هنا اعرف ايه على اللوحه دي؟ اعرف الفولت دروب الكابل دوت، واعرف الشورت سيركت اللي هو هيكون واقع عند اللوحه دي. طيب الحاجات دي المفروض لو انا عاوز احسبها اللي هو بايدي، طبعا الموضوع بياخد وقت لان الحاجات ديت معادلات، وان انت تعمل شيتات وتبرمج شيتات والكلام ده كله. طبعا الباشمهندس وفر علينا وجاب لنا الشيت متبرمج جاهز، بس انت برضو كل اللي عليك ان انت لازم تكون عارف ايه اللي بيحصل وايه البرامترز اللي انا ببدا ان انا احطها، او المفروض ان انا اكون عارفها ان هي بتتحط اصلا. تمام. فتعالى مثلا هنبدا بالفولت دروب. لو جينا شفنا هنا معادله الفولت دروب بتقول لي ايه؟ بيقول لي الفولت دروب عباره عن ملي فولت على امبير على المتر، تمام، مضروب في بتاع التيار اللي هيمر في الكابل دوت، مضروب في اللينس بتاعي. تمام. انا عندي الملي فولت دي بجيبها منين، او القيمه دي بجيبها منين؟ بجيبها من كاتل السويدي، بقوم المفروض كده رايح لكاتل السويدي، تمام، واجيب حاجه اسمها الفولتج دروب. ادي ده كده اهوت، ده كده، ادي كده الفولتج دروب. بس وانا في الفولتج دروب اشوف انا الكابل اللي عندي نوع ايه عشان ما ادخلش في اي كابل غلط.
تمام. انا عندي هنا الكابل بتاعي اهو لو فولت مالتي كور لو فولت، تمام. عندي الكبر كوندكتور، انا عندي الكابلات اللي انا مستخدمها اكس ال بي اي على دي سي. هنا كل المقاسات بتاعتي اهي، وليكن مثلا احنا عندنا كده الكابل بتاعي 10، الكابل بتاعي اللي احنا اخترناه 10، ادي ال 10 اهو، ده كده قيمه الملي فولت اللي هي القيمه دي 3.094، دي قيمه الملي فولت. هم واخدها ضربها في التيار اللي عمله في الكابل اللي انا حسبته اللي هو تيار الاي بي، تمام، مضروب في اللينس اللي هو بتاع الكابل ده عامل ازاي. طبعا هنشوف الكلام ده دلوقتي، بس بعرفك المعادله بتكون ماشيه ازاي عشان انت لازم تكون عارف وانت بتدخل في الشيت لازم تكون عارف المعادلات دي ماشيه ازاي. كذلك برضو شورت سيركت، شورت سيركت ده عشان برضو تكونوا عارفين ان ده قصه كبيره، في ناس بتشتغل بالايتاب، في ناس بتشتغل بالكوديال، في ناس بتشتغل بطريقه مانوال، طبعا دي طريقه كبيره جدا، في ناس بتشتغل بطريقه ابروكسيميت. طريقه ابروكسيميت دي اللي هو بيجيب لك الحاجه بس مش اللي هو ايه اكشوال، بيجيبها لك يعني ايه، بيجيب لك القيمه اللي هي القريبه، وانت طبعا بتقرب لاقرب ستاندرد بيحصل عليه الشورت سيركت ده. فاحنا دلوقتي عاوزين نبدا بقى نشوف، انا عندي اهو ترانس، عاوزين نبدا نشوف الشيت ده هنمشي فيه ازاي عشان نبدا ان انا نحسب الشورت سيركت والفولت دروب وعشان نملى السنجل لاين دايجرام بتاعنا. اول حاجه انا عندي اهوت لما يفتح الشيت الخانه اللي هي بتاعه ترانسفورمر، والله بيقول لي ان هو بيغذي الام دي بي، تمام، فروم ترانسفورمر تو ام دي بي. عايزين بقى نشوف اللينس بتاعي قد ايه، هاجي هنا على السنجل لاين دايجرام او قصدي هنا على البيانات بتاعتي، تمام. طبعا يا باشمهندس عامل ده للتسهيل علشان نعرف احنا هنمشي ازاي. انا دلوقتي عندي دول كده غرفتين، غرفتين بتوعي، غرفه فيها ترانسفورمر والغرفه الثانيه فيها لوحه الجهد المتوسط ولوحه الجهد المنخفض، ماشي. انا عندي دلوقتي خلاص بعد ما الرينج مين يونت ادت الترانسفورمر، الترانسفورمر بتاعي حول القيمه بتاعتي من 22 كيلو ل 0.38 كيلو فولت. عاوز بعد كده ابدا ان انا اغذي الام دي بي بتاعتي. طيب انا عايز بقى اشوف المسافه من الترانسفورمر للام دي بي قد ايه، فاجي هنا كده ادي اهو، تمام، المسافه دي، واعمل كنترول واحد او ليست اللي عاوزينه، تمام، هيطلع المسافه معايا زي ما احنا شايفين كده. القيمه بتاعتي طالعه معايا اللي هو 2 تقريبا 2.5 متر، تمام. باشمهندس برضو قال في اللي هو علشان ناخد 5 متر زياده علشان اللي هو الطلوع والنزول وهكذا، فانا كده عندي القيمه بتاعتي طلعت معايا 2.5 زائد مثلا 5 متر، هنقول مثلا وصلت معايا ل 8 متر، فنقوم جايين هنا كاتبين هنا كده مثلا 8 متر، تمام. هاجي هنا باكيت ترانس، هاجي هنا باكيت ترانس بتاعي هو الباشمهندس حاسبه مجازا، تمام، لحد المحاضره الجايه لما يعمل السايزنج بتاعه. هننزل تحت هنا هنشوف هو عمل هنا اوتوماتيك الامبير تريب بتاعي هنا. الاول بس هنا الاي بي، الاي بي هنا اهو الاي بي بتاع الترانسفورمر بيساوي الكيلو فولت امبير على اجهزه 3.88، هيطلع لنا القيمه دي. المفروض القيمه دي بقوم واخدها ضاربها في 1.25، هتقوم مدياني القيمه زي ما احنا شايفين كده. ده كده انا ده اللي انا بحسبه برده هنا، بحسب ايه؟ بحسب البريكر ده، بحسب البريكر ده، بحسب البريكر اللي هنا ده اللي هو بتاع الترانسفورمر، بحسب البريكر دوت وبحسب الكابل ده، ماشي. طيب نرجع تاني للشيت، بعد ما حسبت القيمه دي وضربتها في واحد، بعد ما حسبت القيمه دي وضربتها في 1.25 طلع لي 1519 اللي هو النكست ستاندرد دي اللي هو هيكون 1600. طبعا هنا الامبير فريم برضو هيكون 1600، تمام. ده كده انا حسبت اللي هو البريكر بتاعي، فانا المفروض اجي هنا كده عند البريكر بتاعي بقول له ان البريكر بتاعي خلاص بقى 1600 امبير تريب على 1600 امبير فريم، هنا كده اهو 1600، ماشي، وهنا 1600، ماشي. طبعا الترانسفورمر دوت اير، قصدي السيكل بريكر دوت اير، تمام. انا دلوقتي حسبت برضو اللينس بتاعي، اللينس بتاعي كان عباره عن كام متر؟ كام؟ 8 متر، تمام كده. طيب باقي لي هنا، باقي لي ان انا هنا احسب الكابل بتاعي، تمام، واحسب الفولتج دروب. طبعا شورت سيركت على اللوحه، هنيجي هنا كده
انا كده طبعا احنا قلنا ان الكابل بحسبه ازاي، بقوم واخد التيار التيار الكابل التيار الحمل بتاعي اللي هو 1215.5 ده مقسمه على 8/10، هيطلع لي طبعا القيمه بتاعتي. طبعا الشيت ده مثلا بيكون فيه واحد ماشي، وهنا بيكون فيه مثلا اي قيمه، تمام. فانا ببدا اللي هو اجرب واشوف. انا كده عندي ده معناه ان انا عندي في كابل واحد 4 × 240. طيب انا عندي القيمه دي فيها مشكله، فانا خليها اللي هو 3. ده كده كان معناها اللي هو 3 كابلات، كل كابل فيهم 4 × 240 كبر على اكس ام بي على بي بي سي، تمام. دول كده 3 كابلات ايه بارلل ماشيين مع بعض، واصلين للترانسفورمر، واصلين قصدي من الترانسفورمر للوحه بتاعتي، تمام. طبعا انا هنا لو دي ما كانتش موجوده كده، فانا ببدا ان انا اغير، ولكن مثلا هي كانت مثلا 16، فيقول ان ده فيل ما ينفعش، تمام. فابدا ان انا اجرب واطلع مثلا اوصل 95 مثلا مللي ما ينفعش، اوصل مثلا 120 ما ينفعش، ماشي. هوصل لل 240 زي ما كان. فده كده عندي الكابل اللي هو واصل من الترانسفورمر، واصل من الترانسفورمر اللوحه بتاعتي، ده عباره عن كابل 3 كابلات ماشيين بعض، كل كابل فيهم 4 × 240. تعالى برضو نكتب برضو هنا الكابل بتاعنا اهو، شايفين ناخد ده كده كوبي ماشي، ادي الكابل بتاعي هو 3 كابلات ماشي. الكابل عباره عن 4 × 240 مربع ماشي كبر على اكس ال بي اي على بي بي سي، تمام كده. طيب باقي لي هنا احسبه، عاوز احسب الفولت دروب والشورت سيركت. انا عندي هنا البرنامج مسهل عليا خالص، هنا كده مطلع لي الشورت سيركت اهو على طول اللي هو 19.7. لو انت جيت حسبتها لو انت جيت حسبتها بالطريقه اللي هي المانوال، بتاخد لو انت عايز تجيب المانوال بالاي شورت سيركت، بيساوي عندك التيار بتاعك الريتد اللي هو التيار دوت التيار الريتد ده اهو، تمام. وبتقسمه على الامبيدنس شورت سيركت. الامبيدنس شورت سيركت دي بتيجي من كتالوج المصنع، او ممكن برضو تلاقيها في الاي اي سي، مديك كل ترانسفورمر قدامه الامبيدنس وقدامه الرياكتنس وقدامه الريزيستنس بتاعته، تمام. فانا عندي طلع لي قيمه الشورت سيركت اهي، فانا اقوم رايح على اللوحه بتاعتي وقت قيمه الشورت سيركت، وقيمه الفولتج دروب طالعه لي 0.112. ده كده القيمه دي كده لو هي صح تمام، فبيديني اللي هو سكسيد. لو هي غلط بيديني طبعا فيلد. انا عندي المفروض بحكمها ازاي؟ المفروض انا عندي اللي هو ما تتخطاش ال 2.5%، تمام. ده كده اللي هو اول جزء اللي هو من الترانسفورمر، من الترانسفورمر لحد هنا الام دي بي. طيب انا عايز بقى ابدا ان انا احسب من الام دي بي للدي بي جي، تمام. نيجي تاني، احنا محتاجين ايه؟ كنا محتاجين الكابل بتاعي والبريكر، ده احنا حسبناه المحاضره اللي فاتت. طيب ايه الجديد اللي انا محتاجه هنا؟ محتاج ان انا اشوف الطول، وان انا اشوف الشورت سيركت والفولت شارت. فاول حاجه تعالى ناخدها معانا، تعالى نشوف الطول. انا عايز اروح من اللي فين؟ عايز اروح من الام دي بي للدي بي في الجراوند. ادي الام دي بي اهو، ادي الام دي بي بتاعتي هنا، اجي هنا للدي بي جي اللي هي دي كده اهو، ابدا ان انا اقف هنا اشوف، اعمل كنترول واحد واشوف عندي طلع بقد ايه. طلع عندي حوالي 4 متر مع الخمسه، قول مثلا هنوصل ل 10 متر. نقوم جايين هنا كده، جايين هنا عاملين 10 متر. واقوم داخل برضه هنا في الشيت، هفتح الدي بي جي. طبعا الخانه اللي هي الدي بي جي دي بتتكرر بقى، ممكن بقى يكون دي بي فيرست والجراوند على حسب اللوحه اللي انت عاوز تروح لها ايه بالظبط. هنقوم جايين هنا كده، ده كده من الام دي بي للدي بي جراوند. انا عندي هنا اللينس بتاعي 10 متر ماشي. هنا عندي اللوحه بتاعتي الحمل بتاعها قد ايه، قوم داخلين على البانل سكيدول اللي احنا اصلا عملناه، ادي الدي بي جراوند ماشي. عندي القيمه بتاعتي 25.3 قيمة 25.23.13، تمام. طيب بعد كده هو يبدأ ان هو يحسب القيمة بتاعتي، هيطلع لي هو طلع لي القيمة اللي هي الامبير
فريم بتاعتي تمام، اللي هو اقرب ستاندرد اللي هو 63 على 100 امبير فريم. طبعا الكلام ده المحاضره القديمه بتاعتي تمام. انا هنا برضو عندي الكابل بتاعي بيكون طالع المنظر دوت. طيب انا عايز اتاكد الكابل ده صح ولا غلط. مثلا ابدا مثلا 6، لا ده مش نافع، اشوف مثلا الكابل ده 10 تمام. الكابل 10 شغال، ده عباره عن كابل واحد، الكابل نفسه 4 في 10 ملي امبير تمام. هو هنا بقى بيقوم حاسب لي على طول الشورت سيركت والاي شورت سيركت. برضه هقول لك الطريقه اللي هي المانوال ممكن تجيبها ازاي. الاي شورت سيركت بتاعتك بتساوي الجهد على مجموع المعوقات بتاعت اللي في الطريق، سواء بتاعت الكابل. يعني مثلا عندي عايز احسب الشورت سيركت بالطريقه اللي هي المانوال، اقوم جاي انا والله عندي الجهد بتاعي تمام، هقسمه على الزد بتاع الترانسفورمر، واقسمه على الزد اللي هي بتاعت الكابل اللي واصل من هنا، وبعد كده ارجع اقسم، وبعد كده ده طبعا مضروب فيه ماشي. يعني انا عندي ده كده المفروض ان هو مضروب فيه اللي هو الجهد بتاعي، الجهد بقسمه على زد الترانسفورمر، بقسمه على زد الكابل، مضروب في زد الكابل ده تمام، مضروب في زد الكابل ايه؟ زد الكابل اللي هو بتاع اللي هو 4 في 10. طبعا دي طريقه اللي هي يعني كبيره شويه وبتاخد وقت ومجهود كبير جدا تمام. فطريقه الشتات دي بس برضو زي ما قلت لك تكون عارف الدنيا بتكون ماشيه ازاي تمام. فانا عندي والله الشورت سيركت اللي هنا بيكون طالع 7.57 كيلو امبير، وعندي الشورت عندي الفولت شروب هنا طالع 0.504. دلوقتي الفولت شروب خلاص انا طلعته اهو، طلعت قيمه الفولت شروب بتاعتي ايه هي. برضه عشان نكون عارفين قيمه اكيوميليتد اللي هي باخد ده زائد ده، يعني اللي انا حسبته على الكابل الاولاني تمام، عايز اجيب الكابل الثاني وبجمع الاولاني زائد الثاني، ادي دي القيمه اللي طالعه معايا تمام، زائد اللي هي 0.112 اللي هو لو رجعنا هنا القيمة اللي هي بتاعت الكابل اللي هي بتاعت الترانسفورمر اللي هي 0.112 تمام. فناخد اقوم واخد القيمة دي اللي هي 0.504 اللي هي 0.504 كم ايه 0.504 تمام. وقيمة الشورت سيركت بتاعي كانت طالعة معايا 7 تقريبا، يعني طالعة معايا 8 كيلو امبير تمام. هبدأ بقى ان انا برضو الطريقة دي كده اشوفها مع كل لوحة معايا، اعمل هنا كوبي من اللوحة دي تمام، وابدأ ان انا اخد القيمة هي الحاجة اللي تحت دي متبرمجة اوتوماتيك، وابدأ ان انا احط كل اللي انا هعمله فيها ان انا احط قيمه الوات بتاعتي واللي يطلع معايا الشورت سيركت والفولت شروب، واقوم حاطط هنا في القيم بتاعتي اللي هي ناقصه دي تمام. برضو عشان برضو تكون عارف الشيتات دي اللي بيكون عاملينها اللي هو يعني الناس عارفه المعدات دي، فانت برضو لازم تكون عارف المعدات دي بتكون ماشيه ازاي والدنيا دي بتكون ماشيه ازاي علشان ما تكونش انت بتملى شيتات وخلاص. اتمنى يكون الفيديو واضح وبسيط، واتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع ماشي ازاي، وان شاء الله الدنيا سهله. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.